من صلى عند القبر لله عز وجل، أو تصدق عند القبر لله عز وجل، أو دعا الله عز وجل، أو ذكر الله عز وجل عند القبر، ليس شركا، لأنه وجه عبادته لله عز وجل. لكن لما خصص تلك البقعة كان هذا التخصيص وسيلة من وسائل الشرك. وإذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن النفوس تنساق إلى التقرب والتعبد للصالحين أكثر من أن تنساق إلى عبادة خشبة أو حجر أو جدار، من باب ماذا؟ من باب أن هؤلاء لهم قدر ومكانة عند الله عز وجل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، قال لا عقر في الإسلام، كانوا في السابق يذبحون لله عز وجل، لكن عند ماذا؟ عند القبور. فقال عليه الصلاة والسلام لا عقر في الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويندرج تحت هذا كل عبادة. ولذا قال عين المحادة لله عز وجل أن يتعبد لله عند هذه القبور. بل قال رحمه الله لو أن الإنسان أخرج صدقته أثناء تشيع الجنازة فإنها من البدع. لما؟ لأنه خصص هذه العبادة في هذا الموطن، وهذا في ثنايا التشيع، فكيف في المقبرة؟ ولذا قال رحمه الله لا يجوز أن يقصد الإنسان لعبادته حانوتا أو جدارا في السوق. لو أنه خصص عبادة ما عند حانوت، يعني عند محل أو عند جدار، فإنه لا يجوز له ذلك. ولذا إذا عبد الله عز وجل عند هذه المقابر التمست بركة هذه المقابر كما تلتمس بركة المساجد، وترتب على هذا أن تكون العبادة في ماذا؟ في المقابر لا في المساجد. وقد قال رحمه الله لو أن الإنسان شرع في ذكر الله عز وجل حتى انتهى به الأمر إلى المقبرة فإنه لا حرج عليه في ذلك. لما؟ لأن هذا الذكر وهذا الدعاء وقع منه اتفاقا لا قصدا. فكل عبادة لا يجوز أن تفعل في المقابر إلا إذا كان الإنسان يذكر الله عز وجل أو يدعوه فوافق دعاؤه وذكره هذا المكان. والأدلة متظاهرة. قال عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ليس معنى المسجد أن يبنى مسجد فقط، لا، لأن بناء المساجد على القبور نوعان، إما حسي وإما معنوي. فأما الحسي أن يبنى البناء المعروف من اللبن والطين أو الأحجار، هذا بناء المسجد بناء حسي. البناء المعنوي أن لا يبنى بناء حسيا وإنما يعبد الله عز وجل في هذه الأماكن. وإذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أم سلمة رضي الله عنها تقول كان فراشي حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حيال مصلاه. في صحيح مسلم من حديث أبي مرفد الغنوي قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور، انظروا لا تصلوا إلى القبور، فالصلاة منهي عنها وأنت مستقبل القبور ولو كنت خارج المقبرة، فكيف في داخل المقبرة؟ ولذا جاء عند البخاري وهذا مستقر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم أن أنس كان يصلي عند قبر فرآه عمر رضي الله عنه فقال القبر القبر، يعني احذر القبر القبر. فيقول أنس رضي الله عنه فظننت أنه يقول القمر القمر، لأن أنس رضي الله عنه أكمل صلاته وهو رضي الله عنه لم يتعمد أن يصلي عند القبر، ولو سمع كلام عمر بعبارة واضحة لما أكمل صلاته. فهذا مستقر في نفوسهم. إذا قلنا إن العبادة تحرم عند القبور المراد من ذلك ما لم يأتي بها نص، أما ما جاء بها النص فإننا تبع للنص، سمعنا وأطعنا. ومما جاء في ذلك زيارة المقابر لا للانتفاع بهم وإنما لنفعهم. الواقع الآن أنهم يأتون إلى المقابر للانتفاع بأهل القبور، والشريعة إنما سلت عبادة ينتفع بها أهل القبور
لا أن ينتفع بها الزائرون. فمن هذه العبادة زيارة القبور من أجل أن يدعى لهم. وبالتالي فإن زيارة القبور نوعان: زيارة شرعية وهي التي يقصد منها نفع أهل القبور بالدعاء لهم، لنفع أهل القبور بالدعاء لهم ولنفع نفسك لا بذوات القبور، وإنما للاتعاظ، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم والترمذي: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، تذكر الآخرة، فإنها تذكرة. روايات متعددة في هذا. النوع الثاني زيارة بدعية شركية، وهي أن تزار القبور من أجل أن ينتفع بهم أو أن يعبد الله عز وجل عندهم. ومما ورد الصلاة على أهل القبور لمن لم يصلي عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري وغيره لما افتقد تلك المرأة التي تقوم المسجد قال: دلوني على قبرها. سأل عنها فقالوا: إنها ماتت. قال عليه الصلاة والسلام: ألا آذنتموني، يعني علمتموني؟ قالوا: إنها ماتت في الليل، فخشينا أن نوقظك يا رسول الله. فقال: دلوني على قبرها. فجاء فصلى على قبرها. هذه من العبادة التي تجوز في المقابر امتثالا لأمر الشرع. وأما ما عداها من قراءة القرآن قبل الدفن أو بعد الدفن أو الصلاة في غير ما استثنى الشرع أو الذكر أو الدعاء أو الصدقة، فإن هذه أمور محرمة، ليس كما يظن البعض تعقيدا أو عادة ورثناها ممن سبق أو تقليدا لمن سبق أو تعصبا لما يقال إن هذا من قول الوهابية. ولا نصف أنفسنا بأننا وهابيون، نحن على ملة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو معتقد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ألم يقل كما سيأتي معنا: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،